Follow you into the park, through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like you. مرض قضم الساهر يتصدر. ديما بياعة خسرت كثير من وزنها والجمهور لم يعرفها. جاستن بيبر يرتدي الحجاب. ظهرت الممثلة السورية ديما بياعة في حفل خيري أقيم مؤخرا في دبي لدعم أطفال مرضى السرطان، وصدمت ديما متابعيها برشاقتها بعد خسارتها الكثير من وزنها، إذ اختارت فستانا أسود طويل مع شق من ناحية الساق مع حذاء أسود بالكعب العالي، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها. وحرص زوجها المغربي أحمد الحلو على التواجد إلى جانبها، فارتدى بنطلون جينز مع جاكيت باللون الأسود، وحظي الحلو بالعديد من التعليقات التي تغزلت بوسامته، إذ شبهه عدد كبير من المتابعين بالممثل السوري محمود نصر، خصوصا بعد قصة شعره الجديدة. ومن ناحية أخرى، أثار المغني العالمي جاستن بيبر جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهوره بالحجاب في إحدى حفلاته في ولاية يوتا الأمريكية. وفي التفاصيل، أطل بيبر بإطلالة صادمة وغير أنيقة، إذ ارتدى الحجاب مع تيشيرت أبيض وسروال من الجينز. وبسبب تصرفه هذا، تعرض النجم العالمي للكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة التي طالته من قبل الرواد والمتابعين، فقد كتب أحدهم: هذا دعينا له بالهداية راح تحجب، وقال آخر: المفروض تبركولو وتهنو على الحجاب، أخبروه أن الستر لم ينقص من جماله شيئاً. واستمرت التعليقات في إضفاء طابعاً كوميدياً، حتى أن البعض شبهه بأدوار لفنانين عرب رجال ارتدوا الحجاب في أفلام كوميدية ضاحكة للسخرية منه. على صعيد آخر، صدم الفنان العراقي قادم الساهر جمهوره بصورة نشرها على إنستغرام بدا فيها وجهه شاحباً ومتقدماً في السن كثيراً على غير عادته. هذا الأمر أثار حالة من القلق لدى عشاقه ومحبيه بسبب تغيير ملامحه بشكل مفاجئ. ظهر قازم في الصورة وملامح الحزن واضحة عليه والشيب يغطي شعره. يوم ميلادي ببحر الحب ضائع وقد تفاعل الجمهور مع الصورة، معربين عن قلقهم على صحة قاظم ومطالبين إياه بطمأنتهم، كما عبروا عن محبتهم الكبيرة له.